كنا بناخد يعني بطولة. انتوا كنتوا بادئين بكده، انا اسف، كنتوا بادئين بكده يا كابتن، ان انتوا تقوموا في ان انتوا مش عايزين تخسروا ولا مباراة هو بصراحة من كابتن البداية؟ طارق من اوكي. أول السيزون حط تارجت هو، وخلى الجهاز يصدق، فبالتالي اللعيبة تصدق انه ده التارجت بتاعنا. احنا مش اوكي. بنتكلم طبعا ماتش بماتش، وكل الاحترام طبعا لكل الفرق التانية، بس هو حط التارجت ده جوانا كلنا، انه احنا التارجت بتاعنا ان احنا نخلص سيزون بدون هزيمة، مش موضوع بطولات بس، لا احنا عايزين نعمل ريكورد ان احنا بدون هزيمة، والحمد لله توفيق ربنا حصل. يعني برضو ايه الفرق يعني، انا برضو سمعت منهم، لكن ايه الفرق، انت هتقدري كمدرب الفريق تقولي لي ايه الفرق ما بين السنين اللي فاتت والسنه دي؟ يعني السنه دي احنا شايفين الطفره كمان، مش في البنات فقط ولكن في كل العاب الصالات الحقيقه. الحمد لله، هو زي ما نادين قالت تكملة اللي هي قالته، ان احنا كابتن طارق جه من السنة اللي فاتت على اخر السيزون هو وكابتن خالد العوضي، فبدأوا من السنة اللي فاتت كان فاينلز الدوري، بيبنوا للسنة دي. يعني هما الاثنين بيبدأوا يتكلموا معانا انه ابدأوا، كان واحنا بنلعب البيست اوف فايف مع سبورتنج بنبدأ نفكر احنا بنبني مين السنة الجاية، مين الصفقات بتاعتنا، مين المحترفة. كان كابتن طارق السنة يعني الجاية يعني. للسنة اللي بعدها اوكي. اللي هي دي، السنة اللي فاتت كنا بنتكلم في السنة دي انه احنا، وبيجيب فيديوز، هو كابتن طارق مش بيقتنع ان هايلايتس للمحترفات لازم اتفرج عليها ماتشات كاملة، فكان رمضان بنلعب سبورتنج، نتفرج على ماتش سبورتنج ونشتغل عليه، ويجي قبل الفطار نتفرج على المحترفة اللي هنختارها تبقى معانا السيزون اللي هو ده. فكان بصراحة البونة بدأ من السنة اللي فاتت. كابتن خالد العوضي نفس الكلام كان معانا في الماتشات كلها من السنة اللي فاتت، انا بسابورت بصرف النظر انتوا هنكسب هنخسر انا معاكم، وفي نفس الوقت فالبونا بدأ من السنة اللي فاتت كمان. وزي فعلا حتى امبارح كابتن احمد الجارحي قال ان احنا بنحاول ان احنا نوصل للشيب بتاع الفرقة، لسه كمان يعني الحمد لله لسه ما وصلنالوش، يعني البونا لسه ما بتفكروا في ايه يعني لسه السنه الجايه؟ يعني انت خدت، انا خدت 5 بطولات، بالعكس ده الحمد هيبقى لله. الموضوع صعب جدا على البنات السنه الجايه، يعني 5 بطولات كل حاجه. يعني انا لو خسرت بطوله زي مثلا السله رجال، اول السنه خسروا البطوله العربيه، وبالتالي كان الناس قالت لك ايه وايه اللي حصل وبتاع، وبعد كده ما هو زي ما قلت لحضرتك، هو احنا لازم نزرع الاول في احنا نفسنا كجهاز نصدق، ايوه يعني احنا فعلا كابتن طارق خلانا احنا نصدق، فبالتالي لما احنا بنكون مصدقين بنوصل الموضوع ده للعيبه، وده اوكي. هو بيقول لهم كان في اجتماع اخر ماتشات يعني قبل الماتش بيتكلم معاهم في كده، في ان احنا انتوا صدقوا واحنا خلينا الناس تصدق كده، فيلا يلا نمشي ورا اللي احنا محددينه من اول السنه يعني.